السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلي واخواتي في دمياط، بجد الترحيب بيكم وبتمنى لكم دوام الصحه والعافيه يا رب. الفيديو بتاع النهارده فيديو مختلف جدا، لان انا هنتكلم عن الشعر ومشاكل الشعر وازاي تعرفي وتحددي مشاكل شعرك عشان تحليها بابسط الطرق. انا يا جماعه بيجي لي ناس كتير المحل: مصطفى انا عايزه نوع شامبو كويس لبنتي، بنتي شعرها بيقع، بنتي شعرها هايش، انا عايزه شامبو كويس، انا عايزه زيت كويس. وفي الحقيقه انا ما بقدرش اساعدها في الوقت ده، لان انا ممكن اجيب لك زيت شعر هايل جدا وممتاز ومستورد ويدمر شعرك او شعر بنتك، وفي نفس الوقت ممكن اجيب لك ازازه زيت ب5 جنيه وتحل كل مشاكل شعرك وشعر بنتك. ده متوقف على ايه؟ ده متوقف على انك عارفه نوع شعرك او شعر بنتك وعارفه مشكلته الحقيقيه، وبناء عليه هنختار الوسيله المناسبه لحل مشاكل الشعر. فانا النهارده مش هتكلم عن عروض، لكن ما تنسوش العروض الكتير اللي انا عاملها. خشوا الصفحه عندي هتلاقي عروض كتير عن المناديل والشامبوهات والكريمات والمنظفات والحفاضات وكل حاجه، مدمرين الدنيا يا جماعه. نرجع تاني لموضوعنا، وازاي تعرفي نوع شعرك وتعرفي مشاكله علشان تختاري له الطريقه المناسبه. هنتكلم النهارده يا جماعه عن حاجه اسمها مساميه الشعر، ومش عايزك تقلقي خالص، انا مش هقول كلام علمي ولا كلام مكلكع، بحيث ان اي حد بيتفرج عليا يقدر يفهم ويطبق الكلام اللي انا هقوله ده. ببساطه كده وبالبلدي خالص، مساميه الشعر يعني ايه؟ يعني قدره شعرك على امتصاص الميه وفقدانها. انا ايه يا مصطفى؟ يعني شعرك بيمتص الميه في قد ايه، او المرطبات في قد ايه، وبيفقدها في وقت قد ايه؟ ابسطها بمثال. في ناس كتير بتقول لي يا مصطفى انا بغسل شعري وبرطبه وبحط كريم وكل حاجه، مفيش نص ساعه تعدي ولاقي شعري هايش ولا كاني حطيت عليه زيت ولا كريم ولا اي حاجه، ومش عارفه من ايه السبب. ناس تاني بالعكس بتقول لي يا مصطفى انا شعري بيقعد فتره طويله عشان ينشف، يعني شعري بعد ما اخد الشاور بيقعد فتره طويله جدا عشان ينشف، وبرضه هايش ومتساقط وكلام من ده. هو ولاقي واحده تانية تقول لي انا شعري بيكلكع كده من تحت وبيبقى دايما ريحته كده مكبكمه او ريحته وحشه، مع اني باخد شاور مثلا كل يوم لكن دايما ريحه شعري مش كويسه. كل ده يا جماعه راجع لحاجه اسمها مساميه الشعر. مساميه الشعر بتتكون من 3 حاجات: في المساميه المرتفعه والمساميه المتوسطه والمساميه المنخفضه. يعني ايه مساميه مرتفعه؟ يعني شعرك بيمتص الميه والمرطبات بسرعه، قدها بسرعه جدا، فعشان كده انت مهما تحط زيوت مهما تحط كريمات ان شعرك بيمتصها بسرعه وبيفقدها بسرعه وبيفضل هايش ومكسر ومقصف. دي المسامية المرتفعة. المسامية المنخفضة بقى عكس كده خالص، شعرك بيمتص المية بصعوبة وبيخزنها فترة طويلة وبيفقدها بصعوبة جدا، اللي بيسبب ان الشعر يبقى مكلكع وصعب في تسريحه، وبيسبب كمان ان ريحته تبقى مش كويسة مهما كنت بتستخدمي مواد او مهما كنت مهتمية بنظافته وغسيله. المسامية بقى المتوسطة دي المسامية المثالية، شعرها بيمتص المية والمرطبات بشكل طبيعي وبيفقدها بشكل طبيعي، ودي نوعيه من البنات اللي شعرهم مثالي قوي. طيب فهل في اختبار ممكن اعرف من خلاله نوع شعري؟ اه في اختبار. انت بعد ما تاخدي شاور كده اهوت تسيبي شعرك ينشف لوحده وانت بتسرحيه، وعلى فكره الشعر يا جماعه بيتسرح من تحت لفوق. انا اسف ان انا بقول لكم المعلومه دي، لكن بلاقي ناس بتسرح شعرها من فوق لتحت، ما هو كده كله هيتقطع. انت لازم تسرحيه من تحت لفوق، واول ما تسرحي شعرك تسرحيه بمشط واسع جدا. اوعى تنسوا عرض الثمن تمشطها ب 15 جنيه اللي انتوا شايفين صورته تحت ده، هو من امشاط يا جماعه ب 15 جنيه ومشاط مستورده، يعني المشط اقل من 2 جنيه. المهم انت بتسرحي شعرك من تحت لفوق، المهم هتلاقي في المشط شويه شعر، تاخدي الشعر ده هو وتحطيه في كوبايه وتسيبيه حوالي 5 دقائق. لو لقيتي الشعرايه طفى لفوق خالص فده معناه ان المساميه بتاعتك منخفضه. طيب لو لقيتي ان الشعرايه عامت تحت في القاع المساميه بتاعتك مرتفعه، لو لقيتي الشعر في النص يبقى انت المساميه بتاعتك متوسطه. يا جماعه المساميه المنخفضه والمساميه المرتفعه ممكن ترجع للجينات، ممكن ترجع لتعرض شعرك مثلا لانواع من الصبغه مضره، او عملتي بروتين، او عملت فيه اي هباب بوظت شعرك، او حد رشقك عين مثلا. المهم بغض النظر عن سبب ارتفاع المساميه بتاعت شعرك او انخفاضها، فانت لازم تعرفي شعرك منخفض المسامية ولا مرتفع المسامية. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، لان انا هعمل فيديو خاص بالمسامية المرتفعة وهي المفروض تعمل ايه وتستخدم ايه، والمسامية المنخفضة وهي المفروض تعمل ايه وتستخدم ايه. طب في واحدة هتقولي دلوقتي طب انا عامل ايه دلوقتي يا مصطفى لحد ما تنزل الفيديوهات؟ هقولك تعملي لايك للفيديو ده اهو، وتعملي له مشاركة، تابعيني على صفحة بالجملة في دمياط، تقول لصحابك على صفحتنا. ندعمكم يا جماعة، انا هستمر في النوعية دهيت من الفيديوهات، واستنوني في فيديو بكرة مهم جدا 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 هنعمل فيه مزيل للبقع، هنجربه مع بعض. تصبحوا على الف خير، واشوفكم في فيديو جديد تاني ان شاء الله.